بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى من لا شريك له الخير ومكر الناس من الظلمات إلى النور. بإذن ربهم إلى صراط الله العزيز الحميد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني والأخير من لقاءات هذه الدورة. كما بدأنا أمس الكلام، لا أن تعرف أن الكلام مهم. مهارة الكلام ليس شرطا أن تعرف أن الكلام مهم، أو لا يحتاج أن نتكلم كثيرا عن أهمية الكلام. الكلام هو ما الكلام؟ كيف ندرس مهارة الكلام؟ الكلام هو الممارسة. نعم، الممارسة. إن كنت إن مارست ستتعلم، إن لم تمارس لن تتعلم. اقرأ 50 كتابا حول مهارة الكلام. مهارة الكلام مهمة، مهارة الكلام جميلة، مهارة الكلام اللغة هي الكلام، ولا تمارس لن تتعلم. مارس وأنت لا تعرف شيئا. بعض الناس يذهبون إلى الدول الأجنبية مثل أمريكا أو غير ذلك، لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب، لا يعرف القراءة والكتابة لا باللغة العربية ولا باللغة الإنجليزية ولا بأي لغة. ثم خلال سنة واحدة يتعلم اللغة الإنجليزية. لماذا؟ لأنه يمارس هذه اللغة مجبرا. يمارس هذه اللغة مجبرا. إذا مارست ستتعلم مهارة الكلام. لا بد أن تمارس لكي تتعلم. إن لم تمارس لن تتعلم. هذا شيء. لو درست في الجامعة 50 ساعة كل يوم ولا تمارس ما تتعلمه لن تتعلم. لا بد من الممارسة. الممارسة الممارسة الممارسة. دائما ابن خلدون في كتابه المقدمة هو يناقش مجموعة من القضايا، من هذه القضايا تعلم اللغات خاصة لغير العرب، خاصة لغير اللغة العربية لغير العرب. ويؤكد ابن خلدون في هذا الفصل من الكتاب أو في هذا الباب من الكتاب على أهمية الممارسة. إذا لم تمارس لن تتعلم. نبدأ اليوم. هذا شيء سهل يمكن أن تقوموا به أنتم بسرعة. لا تكتبوا، تحضروا الجواب بسرعة، سأختار واحدا يجيب عن كل الأسئلة. خلاص؟
خلاص؟ طيب نبدا بالرجال، اخر واحد. ادرس في جامعه اسلاميه العالميه المنهجيه. ادرس في جامعه اسلاميه العالميه المنهجيه. جيد. وادرس في كليه معارف الوحي وعلوم الانسانيه. وادرس خمس مواد. جميل. العقيدة الإسلامية و دعوة إسلامية وعن الزوجيات وأساس فلسفية. أساس الفلسفة؟ الاستدامة. تدرس فيها؟ أدرس في يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس. طيب ما اسمكم؟ اسمي عبد. عبد الرحيم؟ عبد القيم. عبد القيم، شكرا يا عبد القيم، بارك الله فيك، اجلس. بارك الله فيك، تصفيق له أولا. من يعطيني بعض الملاحظات على إجابة عبد القيم؟ شفاء؟ أنت شفاء؟ هل وجدت أخطاء في إجابة عبد القيم؟ لا ما اسمع يا استاذ. سمعتني ام لا؟ طيب من وجد اخطاء في اجابه عبد القيم؟ بلادي. ماذا قال؟ صحيح بلدي. صحيح بلدي، جميل. اهلا شو هذا؟ جديدا اليوم شو هذا؟ جديدا اليوم صحيح؟ طيب ماذا ايضا؟ الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. ما دخله هو؟ وكذلك إسلامية. جامعة إسلامية العالمية بماليزيا. هكذا بدأ الألف ولم بدأ في العالمية. لم يبدأ من الأول. كأن جامعة إسلامية مضاف والعالمية مضاف إليه. لا هي صفة، كله صفة موصوف. كله صفة. إذا أدرس في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا. في اللغة العربية نقول بماليزيا، في اللغة الإنجليزية لا يوجد بماليزيا، فقط ماليزيا مباشرة، لكن في اللغة العربية لابد أن نستخدم اللفظ بي أو حرف الجر بي أو أن نضع سلاش أو شرطة بين الجامعة الإسلامية العالمية ثم شرطة ماليزيا هكذا حتى تكون الجملة صحيحة. طيب في أي كلية تدرس؟ في كلية معارف الوحي، صحيح؟ كم مادة تدرس؟ ما إجابتك؟ كم مادة تدرس؟ خمسا مواد، صحيح؟ بس على هنا؟ لا تقف يا لا بأس، هذا نحن نتعلم. خمسة مواد. طيب ما خطأ البخاري؟ ها؟ خمسة مواد، لماذا خمسة مواد؟ تختلف بين هذا، أنت تعرف هذا، أنت تعرف القاعدة صحيح؟ تعرف القاعدة ولكنك لم تمارس القاعدة، ولذلك يختلط الحامل بالنابل. ما
على يختلط الحبل بالنمل او يختلط الغنم على البقر. عرفت الغنم والبقر؟ يختلط الغنم بالبقر. ما معنى الغنم والبقر؟ المؤنث يدخل في المذكر والمذكر يدخل في المؤنث. ولماذا؟ انت تعرف القاعده، انت تحفظ القاعده صحيح؟ نعم. وربما اخذت ايه في نحو الصف والعرض والبلاغه، لكن المشكله انت لم تمارس هذا. لا بد ان تمارس، لا بد ان. اذا الاجابه الصحيحه عبد القيوم ماذا؟ كم ماده تدرس؟ الجواب صحيح؟ خمسه بدون داء صحيح؟ ادرس خمسه مواد داء. مواد داء. لماذا مواد داء وليس مواد دين؟ ممنوع من الصرف. مثل مساجد، مثل مساجد. طيب اذكر خمسه مواد. انظر هنا، هذا هنا جاءتكم الاجابه، هنا موجوده. اذكر خمسه مواد تدرسها. قال اساس الفلسفه او الاساس الفلسفي و علم الصوتيات، علم الصوتيات و العقيده الاسلاميه، العقيده الاسلاميه، العقيده الاسلاميه و الدعوة الإسلامية. يجب أن تنتبهوا إلى الصفة والموصوف، يجب أن تنتبهوا إلى المضاف والمضاف إليه، يجب أن تنتبهوا إلى المذكر والمؤنث. هذه ثلاثة أشياء أو أربعة أشياء أو ستة أشياء يجب أن تنتبهوا إليها. متى العطلة في بلدك؟ العطلة في بلادي، متى قلت؟ العطلة في بلادي في يونيو. العطلة في بلادي في يونيو. هنا السؤال فيه بلدك. لماذا أنت تجمع؟ هل أنت تظن أن كوالالمبور بلد وسرنجور بلد وكلانتن بلد هكذا؟ هل هذه بلاد؟ أو كلها بلد واحد؟ كلها بلد واحد. إذا العطلة في بلدي، العطلة في بلدي في شهر يونيو. في أي شهر تنتهي الدراسة؟ أنت قلت في أكتوبر صحيح؟ صحيح؟ أو نبدأ في أكتوبر؟ نحن نبدأ في أكتوبر صحيح أم لا؟ أو أنت تقصد تنتهي الدراسة في المدرسة؟ ربما المدرسة هو يريد؟ أنت تريد المدرسة أو الجامعة؟ الجامعة. الجامعة، إذا الدراسة تبدأ أم تنتهي في أكتوبر؟ الدراسة تبدأ في أكتوبر، إذا متى تنتهي؟ يونيو. يونيو لأن يونيو عطلة، يونيو أغسطس عطلة، إذا تنتهي في يوليو عطلة. يونيو عندنا مايو ويونيو ويونيو، إذا العطلة يونيو أو يونيو؟ يونيو تنتهي في يونيو. الدراسة تنتهي في يونيو شهر ستة، الشهر السادس يونيو. يونيو أو يوليو لا توجد يعني لا يوجد مشكلة، لكن المهم أن نفهم انتهى وبدأ، ولا نقول انتهى قبل بدأ، يعني نقول إن تنتهي الدراسة في أكتوبر والعطلة في يوليو أو يونيو. كيف تنتهي في أكتوبر والعطلة في يونيو؟ صحيح لا؟ هنا طيب في أي شهر، ما الأيام التي تدرس فيها؟ ما الأيام التي تدرس فيها؟ الإجابة الأولى كانت السبت والأحد، هي العطلة الأسبوعية. السبت والأحد هي العطلة الأسبوعية، العطلة الأسبوعية السبت والأحد صحيح؟ الأيام التي ندرس فيها، الأيام التي أدرس فيها من الاثنين إلى الجمعة، من الاثنين إلى الجمعة، أو الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. هذا ممكن، وهذا اثنين إلى من الاثنين إلى الجمعة، ونقول من الاثنين لا نقول اثنين. هذا يوم، هذا اسم يوم،
الاثنين الى الجمعه او الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه. جميل، صحح الخطا. ساختار واحدا من صحح الخطا ايضا. سأختار معكم دقيقة واحدة لتصحيح الخطأ، دقيقة واحدة لتصحيح الخطأ. خلاص الآن دور البنات. خلاص لا انتهيتم؟ لا انت عندكم سؤال؟ لا عندكم جواب؟ لا. طيب زفة صحيح زفة؟ طيب صحيح الخطأ، أين الخطأ؟ أنت يا زلفة ليس هي. اقرأي. كم؟ اقرأي 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 فقط الأساس. كم أيام في الأسبوع؟ ها؟ خطأ أيام. لماذا؟ كم أياما في الأسبوع خطأ؟ خطأ أم لا؟ خطأ؟ طيب ما الصحيح؟ ما الصحيح؟ من يعرف الصحيح؟ كم يوما؟ نعم كم يوما في الأسبوع؟ كم يوما في سبعة أيام؟ كم يوما في الأسبوع سبعة؟ واضح أم لا؟ طيب اثنان؟ كم كتب هناك؟ كم كتاب؟ كم كتاب؟ بعد كم استفهامية منصوب؟ كم تمييز منصوب؟ كم كتاب؟ كم يوما؟ كم طالبا؟ واضح أم لا؟ طيب أكملي. كم أجداد؟ كم أجداد؟ لك. ما معنى أجداد؟ نعم جميل. كم أجداد لك؟ أنا أريد الخطأ، لا أريد الجواب. أنا لا أريد اثنين. أنا أريد الخطأ. كم؟ ها كم؟ كم؟ كم جدا لك؟ كم جدا لك؟ كم جدا لك؟ جميل. أكملي كم؟ كم أخت لها؟ كم أخت لها؟ وشرط الصواب الحمد لله. كم أخت لها؟ كم متقاعدا في الأسرة؟ كم متقاعدا في الأسرة؟ جميل. كم خالات؟ كم خالات لفاطمة؟ كم خا ها؟ كم خالات لفاطمة؟ كم خالات لفاطمة؟ طيب ما معنى متقاعد؟ ها؟ سمعته؟ ها؟ لا تستخدم ترانسليشن. العلم في السطور، في السطور وليس في السطور. العلم في السطور وليس في جوجل. ها ما معنى متقاعد؟ انتهى الان. متقاعد الذي وصل 60 عاما ثم لا يعمل، ياخذ النقود فقط من الحكومه ولا يعمل معاش. فهمت هذا؟ ما معنى متقاعد؟ انتهى عمل. انتهى عمله 60 سنة يجلس في البيت خلاص يكفي. ربما يعيش بعد ذلك 40 سنة أخرى بالسنة. طيب خالة، ما معنى خالة يا زلفة؟ أخوات خالة. أخوات عم هذا للأب.
العم أخت الأب، والخالة أخت الأم، أخت الأم خالة، أخت الأب عم. في اللغة العربية يختلف، اللغة الإنجليزية سواء بألف ملايين أظن يختلف أيضا، صحيح؟ يوجد خالة ويوجد عمة في الملايين، في العربية الإنجليزية لا يوجد، في الإنجليزية كله سواء، لكن العربية تفرق، العربية تفرق. طيب شكرا لك يا دكتور تصفيق لها. انا اريد انت نعم بسرعه، انا اريد الاجابه بسرعه، قل الاجابه فقط بسرعه. بسرعه كان هناك اسبوعي كنت في هنا كم 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 اثنان عفوا كنت ثلاثه كم جدا لك جدا لك لها كم متكعب متقاعدة في أسرتي كم خالة لفاطمة. شكرا لك بارك الله فيك. في هذه يمكن أن تكون صحيحة. لا يمكن أن تكون صحيحة، ولكن مع كم الخبرية. مع كم الخبرية يعني ما معنى هذا؟ أنا أريد أن أقول هناك كثير من المتقاعدين في هذه الأسرة. هناك كثير من المتقاعدين في هذه الأسرة، فأقول كم متقاعد في هذه الأسرة؟ كم متقاعد؟ يعني هذا كثير، العدد كثير. كم خالة لك؟ لا، كم خالة لفاطمة؟ يعني لها خالات كثيرة جدا. هذا ليس استفهاما، هذا إخبار. هذا أنا أقول إن لا لفاطمة خالات كثيرة، فأقول كم خالة لفاطمة؟ وكم متقاعد في الأسرة؟ وكم أخت لها؟ لها أخوات كثيرات. فهمتوا هذا؟ إذن كم الخبرية يأتي بعدها مجرور، كم الاستفهامية يأتي بعدها من صوف. كم الاستفهامية تحتاج إلى جواب، كم الخبرية لا تسأل، هي تعطيك خبر يعني تعطيك جواب، لا ليس جوابا محددا ولكن يدل على الكثرة، يدل على الكثرة. جميل، واضح هذا؟ واضح. بدأنا في الإفطار، لكن هذا إفطار وغداء وعشاء. لماذا؟ طيب هنا البيض والفطور، البيض الفطور، البيض الفطور، عرضوا البيض، البيض عرضوا. أين البيض هنا؟ يوجد بيض هنا أم لا يوجد؟ أين هو؟ هذا بيض. هذا؟ هذا بيض أيضاً. هذا نوع آخر من البيض. طيب البيض الفطور، هل يمكن أن تقترحوني حوارنا؟ من يقترح حوارنا؟ تستطيعين معرفة الواحد؟ قول لي حوارنا هنا. حوار يعني سؤال وجواب. تفضلي ممكن؟ البيض الفطور، اقترحي حوار، فكر. اختار، لا 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 اقول اختاري، انا اقول انا اعملي حوار. نعم سؤال وجواب. ابدا انا اولا ان شاء الله. من يريد؟ شكرا لك اجلسي. حوار، اي حوار بكلمه البيض والفطور، تفضل. هل تحب البيضه؟ وجواب احب البيضه. هل ناول الارز في الفطور؟ هنا لا يوجد ارز. انت تريد ان تذهب الى المطعم الماليزي صح؟ تفضل. هنا لا يوجد ارز، انا اريد البيض والفطور فقط. البيض والفطور. هل تناولت البيض في الفطور؟ في الفطور جميل. نعم انا تناولت البيض في الفطور. ممتاز، تسبيح له. هل تحب، تفضل اجلس. هل تحب البيضة؟ نعم أحب البيضة.
هل تناولت البيضة في الفطور؟ نعم تناولت البيضة في الفطور. هذا صحيح إذا كنت أسأل عن الفطور الماضي. إذا كنت أسأل عن الفطور الماضي أمس في الصباح هل تناولت البيضة في الفطور اليوم؟ هكذا. لأن الفطور خلاص انتهى. صحيح؟ ولكن بالعادة في هذا في مثل هذا نسأل عن العادات. نسأل عن ما معنى عادات؟ كل يوم. إذا كيف يكون السؤال؟ هل تتناول البيضة في الفطور؟ هل تتناول البيضة في الفطور؟ معنى هذا أنه ربما كل يوم أو كثير من الأيام. هذه عادة. هذه إذا لا ماذا أريد أنا؟ أنا أريد أن أسأل عن الماضي أو أسأل عن العادة؟ كلامك صحيح في الماضي. كلامك صحيح عن الماضي. لكن نحن الآن نتكلم يعني في مثل هذا السؤال ماذا تأكل في الفطور؟ ماذا تأكل في الفطور؟ يعني كل يوم. أي ستقول لي مثلا بعض الأيام آكل الأرز والسجاج بعض الأيام آكل هكذا. لكن تناولت سيكون في أنا أحب البيضة في الفطور. أنا لا أفضله في الفطور بل في العشاء. الطالب الأول سيقول أنا لا أحب البيضة في الفطور. كلامه صحيح ليس خطأ، هذا نموذج آخر. أنا لا أحب البيضة في الفطور واحد. الطالب الثاني سيقول أنا لا أفضله في الفطور أنا بل في العشاء. بل في العشاء ما معنى بل في العشاء؟ ولكن في العشاء بل أفضله في العشاء. بل أفضله في ولكن لأن هناك عطف فنختصر الجملة. طيب جميل الآن؟ مستعدون؟ مستعدون. أنت؟ نعم. وأنت؟ نعم. أنتم واحدة واحدة. نعم. أنت. بسرعة. هيا. لماذا تخاف الآن؟ هيا بسرعة. أنتن معلمات صحيح؟ بسرعة نشيطات. نعم. هيا. مسكي. خير وأنت؟ عظمى أهلا يا عظمى. كفاية العظمى؟ لا. طيب. عندنا هنا المربى والعشاء. المربى ما معنى المربى؟ المربى هنا. نعم لذيذة هذه. لا أكلها. أنا أحبها لكن لا أكلها. طيب. أنت أولا؟ هكذا. أنا أحب البيضة في الفطور. أنا لا أفضلهم في الفطور بل في العشاء. البيض والعشاء. قلنا المربى والعشاء. ما معنى العشاء؟ بعد المغرب صحيح؟ طيب. سمعتي يا شهداء؟ سمعتي؟ لم تسمع. المربى. المربي أنت مربي. مربية. المربى. المربى. في العشاء. نعم أنا أحب المربى في العشاء. نعم. بل في الفطور. جميل. أنا أحب المربى في العشاء. أنا لا أفضل المربى. هذه مؤنث ليست مذكرة. أنا لا أفضلها في العشاء بل في الفطور. أنت أولا. سمعتي يا عائشة؟ سمعتي؟ متى لم تسمع؟ أنا أحب السمك في الفطور.
في العشاء. أنا أحب السمك الفطور. أنا لا أحب السمك الفطور. أنا لا أفضله في الفطور. لما أنا أفضل فأنت مفضل. نعم. أنا لا أفضله في الفطور بل في العشاء. شكرا لكم. تصفيق لهم. لا يوجد إخفاء. لا بأس. أنت ومن هي من هاي؟ تعالي بسرعة بسرعة. نعم. القهوة عرفتم القهوة؟ تعال بسرعة تعال بسرعة. عرفتم القهوة؟ القهوة. نعم. وعرفتم السبانخ؟ ما معنى السبانخ؟ هيا يا أخي. سبانخ. ما معنى السبانخ؟ هذا مشهور جدا في ماليزيا. شوفي. هذه هي عبيده. سبانك عرفت سبانك هذا. من اين يا بني هنا؟ ليس هناك. تعال معي. انت يا سيدي تعال معي. هذا سبانك. ما معنى سبانك؟ عرفت؟ لا لا لا. نعم صحيح. لا يريد أن ينام. جميل. في العادة نحن في الوطن العربي نشرب القهوة في الفطور. بعد الفطور القهوة. حتى لا ننام طوال اليوم. لكن لا بأس، هو لا يريد النوم، هو يذاكر في الليل. السؤال أو أنت إيه؟ السبانخ العشاء. أنا أحب السبانخ في الفطور. أنا أفضلها. جميل. في العشاء. بس الغداء. هو أنت ماذا تأكل في الفطور؟ من العشاء. أحب السبانخ. في العشاء. أنا لا أفضلها في العشاء بل في الغداء. بل في الغداء. جميل. شكراً. أنا أحب، أنا لا أفضل، أنا أحب، لا أحب، أفضل، لا أفضل. الصباح والإفطار في المغرب، فنقول الفطور
ولو قلت الإفطار صحيح. أيضا لو قلت الإفطار في الصباح صحيح. ولكن نحن نستخدم الفطور لكي يكون هذا للصباح وهذا للمساء بعد المغرب، نعم بعد الصيام. يعني الإفطار في استخدامنا نحن للصيام بعد الصيام، الإفطار الإفطار. لكن هل يمكن أن أستخدم الإفطار لأكل الصباح الآن؟ نعم ممكن، صحيح. فهمت؟ طيب. أجب بالنفي كما في المثال. هل تتناول السمك في الفطور؟ لا، لا أتناول السمك في الفطور، بل في العشاء. بل في العشاء. طيب، أنتم تجيبون هذا بسرعة، دقيقة واحدة، وسأطلب منكم اثنين للإجابة أو ثلاثة. عندي سؤال عن كلمة الفطور، هل هناك الفطور بحرف ضم؟ لا أظن، لا أظن أنها صحيح. لا، لا أستطيع أن أقول خطأ. الآن لا أستطيع أن أقول خطأ. لكن المشهور في كتب تعليم اللغة العربية الفطور. نعم. هل الفطور صح أم خطأ؟ لا أستطيع أن أقول. لا. ربما نرجع إلى المعلم الخاص. نعم. لكن الذي يستخدم الفطور. الذي يستخدم الفطور. نعود إلى المعجم وأنا سأقول لكم إن شاء الله عن طريق البخاري. سأرسل إليكم هذا الفايل ومع الفايل سأؤكد لكم إياه إن شاء الله. طيب، هذا وزير الاتصالات. وزير الاتصالات. طيب. معكم دقيقة واحدة للتفكير في الإجابة، ثم سأختار منكم اثنين للإجابة. نعم، لإجابة هذه ماذا تقترحون أنتم؟ لا نفهم.
الدرس بان سمعته هنا بل الدرس السابق نحن فهمنا الدرس السابق لكن هذا الدرس لا لأنه إذا لم يفهموا هذا الدرس والدرس السابق والدرس الذي قبله إذا المشكلة عندهم ليس عندنا لكن إذا فهموا الدرس السابق ولم يفهموا هذا الدرس إذا هناك مشكلة في الدرس طيب لا لم لم لا لا نفهم هذا الدرس بل الدرس السابق بل الدرس انظروا هنا بعد بل معطوف على الذي قبلها مثلا هل يعمل اخوك طبيبا طبيبا هنا ماذا منصوب صحيح منصوب لا يعمل اخي طبيبا بل معلما اذا يكون منصوب ايضا طيب هل تسكنون في القاهرة؟ لا بل نسكن في من جر مجرور مثل جر قبلها طيب هل يتكلم الطلاب العربية؟ لا يتكلم الطلاب العربية بل الماليزية فهمتم هذا؟ لو قبل بل مضموم بعد بل مضموم لأن بل ماذا؟ عطف حرف عطف مثل الواو ولكن واضح هذا جميل أكمل السؤال أنت وهو الإجابة هل تدرسين في جامعة الأزهر لا في جامعة الأزهر بل في بل بل في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا جميل هل تتناول الفطور في المطعم؟ لا تتناول الفطور في المطعم بل في جميل بل في غرفتي أو بل في البيت بل في البيت جميل هل تقرؤون الجرائد العربية يا طلاب؟ بل الجرائد بل لا نقرأ الجرائد العربية بل الجرائد لا بل الجرائد بل الجرائد الماليزية جميل بل اللغة العربية جميل شكرا لكم تسليم لهم هنا استخدام بل كما قلت لكم حرف عطف ما بعد بل مثل ما قبل بل منصوب مرفوع مجرور لكن لو كان مجرورا قبلها مجرور إذا سنكرر حرف الجر نكرر حرفا نعيد مرة أخرى حرفا الجر طب هذا السؤال كم الساعة الآن الساعة الثالثة تماما هذه الساعة الثالثة تماما معنى الثالثة تماما بالضبط نعم الثالثة بالضبط أو الثالثة تماما واضح هذا؟ واضح طيب فكروا في الإجابة بسرعة وسأختار منكم أربعة للإجابة ساعة أربعة فكروا الإجابة بسرعة انتبهوا هنا للمذكر والمؤنث والمؤنث
خلاص انتهيتم. طيب الآن أنتي تفضلي وشفاء تفضلي. شفاء سؤال أو جواب؟ أنت تريد سؤال أو جواب؟ سؤال؟ أنت معرف وحي أو تنبيه؟ معرف الوحي أو تنبيه؟ معرف الوحي. الصف الأول. جميل خلاص سؤال. الساعة نعم. لحظة كم الساعة الآن؟ نعم هكذا. لا 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 الثاني نحن عندنا رقم واحد خلاص رقم اثنين. الساعة الحادية عشر راتا. صح أم لا؟ أمس ماذا قلت لكم؟ أحد عشر واثنى عشر ماذا؟ لا متطابقان أحد عشر مش واحد واثنين. عندي طالب واحد عندي طالبة واحدة أحد عشر أيضا واثنى عشر متطابق. عندي أحد عشر طالبا عندي إحدى عشرات طالبة اثنى عشر طالبا اثنى عشرة طالبا. واضح لنا من 13 إلى 19 مختلف مختلف. إذا قد نقول يا شيخ مرة أخرى الساعة الحادية جميل الساعة الحادية عشرة تماما أو الحادية تماما مرة أخرى والنصف جميل. سؤال الساعة الثالثة إلى الربع. أين هي؟ هذه مرة جميل صحيح نعم. الساعة الرابعة إلى الربع. جميل هي قالت في البداية الساعة الثالثة إلى الربع صحيح؟ الثالثة إلى الربع. هنا ثلاثة الثالثة 45 دقيقة صحيح؟ الثالثة 3:45 دقيقة. إذا الرابعة إلا الربع الرابعة إلا أو الثالثة 45 دقيقة. هذا صحيح وهذا صحيح ولكن هذا طويل و45 دقيقة طويل. فنحن نختصر الرابعة إلا الربع. الرابعة إلا ما معنى الرابعة إلا الربع؟ بقي ربع ساعة على الرابعة خلاص. ثلاثة أربع الربع الأول ربع الثاني ربع الثالث خلاص بقي ربع واحد على الرابعة يعني ربع ساعة ثم تأتي الرابعة. واضح هذا؟ واضح جميل. السؤال أنت والجواب هي كم الساعة الآن؟ لا تخافي لا تخافي تفضل يقولي وخمسة وثلاثون ماذا؟ نعم لماذا أنت خائفة؟ تكلمي نعم صحيح 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 نعم دقيقة. الساعة الآن الثانية عشرة وخمس وثلاثون دقيقة.
ثانية عشرة وخمس وثلاثون. انتبه هنا، أقول الساعة، الساعة مضمومة صحيح؟ الحادية عشرة، الثانية عشرة مفتوحة، هل هذا صحيح؟ ماذا يجب أن أقول؟ الثانية عشرة والحادية، ها والحادية عشر، صحيح هكذا؟ لأن صفة موصوف، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ غير صحيح، غير صحيح، لماذا؟ لأن أحد عشر واثنتا عشر مركبة، إذا مبنية، مبنية على الفتح، مبنية على فتح الجزئين، أحد عشر، الحادية عشر، الثانية عشر، الثالثة عشر، الرابعة عشر، الخامسة عشر، التاسعة عشر، إلى التاسعة عشر، هذا مبني على الفتح، فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين. إذا أقول الساعة الحادية عشرة، الساعة الثانية عشرة، واضح؟ واضح. شكرا لكم، تصفيق لهما، تصفيق لهما. الحادية عشرة، الحادية عشرة بال، متى منطق عشرة؟ هناك إذا كانت هناك تاء مربوطة نقول عشرة، إذا كانت لا يوجد تاء يمكن عشرة، عشرة وعشرة اثنان كلاهما واضح؟ لكن إذا كان هناك تاء لا ننطق، لا نفتح الشين، لا نفتح الشين، واضح؟ طيب هنا الرجال، الرجال قليل، الرجال قليل، لا بأس. معي أنت؟ تعال، و أنت ستخرج؟ لا تعال. الواحدة وخمسة دقيقة،
دقيقات دقيقات وخمس ولو خمسة وخمس دقائق. جميل، شكرا لكم، تسلم لهم. استعمل الآن الواحدة وخمس دقائق لأن دقائق مؤنث صحيح؟ فإذا خمس مذكر، خمس موس مذكر. هذا التدريب يحتاج منكم إلى تدريب آخر، يجب أن تتدربوا أكثر وأكثر عليه فيما بينكم. عندما تسأل عن الساعة، تسأل زميلك عن الساعة، لا تسأله بالبلايو هذا الأسبوع، هذا الأسبوع اجعله باللغة العربية، كم الساعة الآن؟ وهو يجيبك لكي تمارس أكثر وأكثر. الساعة الآن العاشرة إلا ثلثا. اسأل أسئلة، اسأل أسئلة للإجابات الآتية. هنا إجابات ونريد السؤال. السؤال سهل، السؤال سهل. معكم دقيقة واحدة للتفكير، دقيقة واحدة للتفكير. أنت تريد أن تنتهي خلاص؟ لماذا تنظر ثاني؟ عشر دقائق ليس كم الساعة.
في أي ساعة؟ لكن ممكن أقول أيضا ما وقت وصول الطائرة؟ ما وقت وصول؟ الإجابة مختلفة قليلا، لكن أيضا يمكن أن يكون ممكن. إذا نحن عندنا في أي وقت في أي ساعة تصل الطائرة، وعندنا متى تصل الطائرة، هذا هو الأقرب الأخضر. طيب من السؤال والجواب؟ أنت سؤال؟ لا أنت كنت تعملين الجواب صحيح؟ إذا أنت سؤال وهي جواب. أو متى موعد الدرس؟ سؤال أربعة. خلف زلفها هذا محجوز. ما معنى محجوز؟ هذا الكرسي محجوز فيه شيء، يعني لا ليس فيه شيء لا يمكن أن نستخدمه الآن. ربما يأتي واحد يجلس فيه. سيأتي واحد يجلس فيه. محجوز فارغ مشغول. محجوز فارغ مشغول. فارغ يعني يمكن أن نستخدمه. مشغول موجود فيه واحد لا يمكن أن نستخدمه. محجوز لا يمكن أن نستخدم لأن واحدا سيأتي. لأن واحدا سيأتي. فهمتم هذا؟ ثلاثة أشياء. طيب سؤال أنت. نعم توجد طائرة إلى مصر غدا. هل توجد طائرة إلى مصر غدا؟ نعم توجد طائرة إلى مصر غدا. واضح هذا؟ طيب شكرا لكما. تسفيق لهوة. أنا أريدك أن تجي. نعم تقرأين كل الأسئلة. نعم بسرعة. لا تقرأين الدفتر من عقلك. تفضلي لا تقرأي.
جاء المهاجرة. متى؟ الأولى. الساعة الثانية والنصف. تبدأ المحاضرة الأولى. ها. الجواب أو السؤال؟ السؤال. الجواب. الجواب. الجواب بس. تبدأ. تبدأ المحاضرة الأولى. تبدأ المحاضرة الأولى. الأولى. الساعة الثامنة. الساعة تيتا. تبدأ. تبدأ المحاضرة الأولى الساعة الثامنة. الآن أنت معلمة يا عطيرة صحيح؟ والنصف. والنصف. طيب شكرا لك. شو هذا؟ الرابعة. نعم أربعة رقم أربعة. نعم. متى تنتهي المحاضرة؟ ومتى تنتهي المحاضرة؟ تنتهي المحاضرة الأولى الحادية عشرة صباحا. الحادية عشرة صباحا. ممتاز. هنا فقط نقطة، متى تبدأ ومتى تنتهي؟ إذن الإجابة تبدأ وتنتهي. و يوجد حرف عطف في السؤال صحيح؟ نستخدم الذي في السؤال. ومتى تنتهي؟ وتنتهي الساعة الحادية عشرة عشرة صباحا أو صحيح؟ حادية عشرة. طيب هذا السؤال الأخير. عبد القيوم. وبعد المغرب ليلا، فهناك أوقات كثيرة في يعني ليس صباحا ومساء فقط، ليس صباحا ومساء فقط، هذا استخدام يعني في على كل حال هنا عندنا صباحا على الأقل صباحا ظهرا مساء ليلا على الأقل أربعة، هذا أقل شيء صباحا ظهرا مساء ليلا. احيانا نقول ضحى في وقت الضحى، ممكن نستخدم هذا ظهرا في وقت الظهر، عصرا في وقت العصر، لان هذه الاوقات التي حددها الله عز وجل هي اضبط اكثر ضبطا اكثر ضبطا. لكن قبل الظهر الساعه 12 اقول مساء، المساء لم يبدا بعد عندنا، المساء لم يبدا بعد عندنا، نحن عندنا المواقيت من المغرب يبدا اليوم من المغرب صحيح؟ ليس من الساعة الواحدة في الليل صحيح ولا أم لا؟ صحيح. هذا في المغرب في نهار رمضان، في شهر رمضان متى ننوي الصيام؟ من المغرب. متى يبدأ الهلال يخرج؟ من المغرب. إذن اليوم بدأ، اليوم بدأ من هذه من هذا الوقت. طيب بقي شيء؟ متى آخر سؤال أنت.
نعم. My third issue أمام الحرس. أديسو أمام الحرس في الساعة العاشرة من الليل مساء. ممتاز. في الساعة العاشرة إلا الثلث مساء. جميل. هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية خلاص. نعم. الحقيقة نحن كنا سلفت الآن كنا سلفت العمل الصحيح، لكن الحمد لله أنه لم يكن. أيها الحاضرون الكرام، نواصل اجتماعنا اليوم بالأسئلة والأجوبة، فمن لديه سؤال فليطرح. لو تسمع العربية وتقرأ العربية ستكون الفائدة أفضل. نعم. ولو تسمع العربية فقط لا تقرأ ستكون الفائدة أفضل أكثر. يعني هي درجات. كم الفائدة؟ الفائدة أن تسمع فقط لا تقرأ، تسمع العربية فقط هذا أفضل شيء. أن تسمع العربية وتقرأ العربية، سطيت الهدف العربي والسماع بالعربية أيضا، هذا جيد. هذا استماع وقراءة في نفس الوقت، لكن الاستماع أقل. لو سمعت الإنجليزية أو الملايوية وقرأت العربية هذا جيد، ستتعلم ولكن أقل. الأفضل أن كلما ماذا أنت لو ذهبت إلى الصلاة وأنت جائع، أنت تصلي وأنت تريد أن تأكل جائع، هل ستصلي جيدا؟ لا. لماذا؟ يوجد تفكير في يوجد تشوف الإطلاع صح؟ كذلك وأنت تشاهد الإنجليزية أنت مشغول بشيء آخر صح أم لا؟ أو الملايوية أو مشغول بشيء آخر. كذلك لو أنت تقرأ في العربية وتسمع في العربية أنت مشغول بشيء أي، لكن لو استمعت فقط أنت مركز في شيء معين وهذا الأفضل. واضح؟ طيب سؤال آخر. نعم. هل ممكن أن تقترح يعني المعاجم المعجم الذي يعني مناسبة لنا يعني طلاب الذي مسكين في المفردات، ونحن أيضا صعب الفهم لو الجملة في المعجم صعبة أيضا، ممكن يعني لأن المعاجم كثيرة جدا، لكن يعني
مناسبة لمستوى لنا. نعم. جميل. لو أنت تريد معجم ورق بي دي إف أو ورقي، عندنا معجم الوجيز هذا المعجم الوجيز معمول مكتوب في مصر، وهو لطلاب المدارس الثانوية، هذا اسمه المعجم الوجيز. لو أنت تريد معجم إلكتروني، معجم المعاني، تكتب في تعرف المعاني، هذا فيه كثير من المعارف من المعاني، ويبدأ بالسهل، الأول هو السهل، ثم الصعب، ثم لسان حتى لسان العرب، صحيح؟ فأنت تأخذ من هذا. يوجد معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار أيضا، هو في معجم المعاني موجود، ولكن يوجد بدائع، وإن يوجد بدائع يوجد أيضا. أعتقد هذه من المعالم السهلة، هذه معالم عربية، معالم إنجليزية عربية، أنا لا أدري الآن، يوجد لكن أنا لا أستخدم هذه، فربما أعطيكم أسماء بعد ذلك إن شاء الله. شيء آخر؟ نعم يا أستاذ. ما أمر الأفضل لحفظ الكلمات عند الكلمات كثيرة جداً في اللغة العربية؟ الأمر الأفضل، أنا أرسلت إليك الفايل. الأمر الأفضل لحفظ الكلمات أنا لا أريد أن أقول لك احفظ الكلمات، أنا أريد أن أقول لك مارس الكلمات. نعم، يعني إذا تعلمت كلمة مارس، حاول أن تستخدمها مرة مرتين ثلاث مرات حتى تثبت في عقلك. لكن تجلس، أنا عندي 10 كلمات أريد أن أحفظ اليوم 10 كلمات، احفظ كتب اكتب عشان حتى أحفظ، ثم لم تمارس هذا أنت لم تحفظ ولن تتعلم. لكن لو تعلمت كلمة ثم مارستها مباشرة، تعلم كلمة تمارسها لن تنسى هذا، لن تنسى. وأنتم عندكم هنا في معارف الوحي أو في التربية لغة عربية، كتب لغة عربية كثيرة تدرسون، وتجدون كلمات جديدة كثيرة، صحيح؟ توجد كلمات جديدة كثيرة. فلو أنت تأخذ من كل درس 10 كلمات وتكتبها في دفتر، ثم تضع هذه 10 كلمات في جملة مثلا، ثم تحاول أن تستخدم هذه الجمل مع زملائك، هذه ممارسة، لو تعلمت مثلا كلمة كيف حالك اليوم، لو تعلمت هذه الجملة كيف حالك اليوم، ثم اتصلت بزميلك في الواتساب أو في الهاتف كيف حالك، مكان أبكبر أو هوريو، قل له كيف حالك اليوم. هذا فقط الذي يعني التعلم سهل، لكن يحتاج إلى عزيمة، كما قلت لكم أمس، يجب أن يكون عندك عزيمة في التعلم. ما معنى يجب أن يكون عندك عزيمة في التعلم؟ يجب أن يكون عندك إصرار في أنك ستتعلم. كيف سأتعلم؟ العزيمة هي التي ستجعلك تتعلم. يعني مثلا دائما أقول لكم هذا المثال، لأنه مثال في الحقيقة نادر أن يحدث، لا أجد كثيرا مثله، لا يوجد كثير. الدكتور والمسلم مثلا يقول لي كنت في المدرسة الثانوية، المدرسة الثانوية تعرفون هذا، كنت أفتح اليوتيوب أو أشتري التسجيل لأم كلثوم، تسجيل هذا التسجيلات الصغيرة كانت قليل قبل اليوتيوب، لأم كلثوم، ثم أسمع وأكتب ما أسمعه ثم أحفظ. أم كلثوم مغنية، تفهمون معنى مغنية؟ لكن تغني شعر، الشعر، شعر فصيح،
شعر الفصيح لأحمد شوقي لحافظ إبراهيم لهؤلاء الناس. طيب يسمع منها، يكتب، يحفظ، ثم يردد في كل وقت يردد. لما جاء إلى الجامعة ووجد طلاب عرب في الجامعة، أخذ الأصدقاء من العرب، أكثر أصدقائه ليسوا من الملايين، ما هو أصدقاء ملايين، ولكن الذي يمارس معه من؟ العرب، الطلاب الذين جاءوا ليدرسوا اللغة العربية هنا فهم يعرفون اللغة العربية جيدا. قال لي كنت إذا ذهبت إلى العيد في ترنجانو أخذ هؤلاء الطلاب الزملاء معي إلى ترنجانو أسبوعا كاملا، يجلسون في القرية، يذهبون إلى شاطئ البحر، يذهبون إلى الحديقة، يذهبون في كل مكان يمارس اللغة، يمارس اللغة. لذلك هنا نجد الدكتور المسلم يتكلم اللغة العربية مثل العرب بالضبط، لا يوجد فرق، لا يوجد فرق، هو يمارس، هو مارس اللغة، هو أحب يعيش اللغة. إذا ذهب إلى مخيم يأخذ الكتاب العربي معه، إذا ذهب إلى الطائرة يسافر يأخذ الكتاب العربي معه، إذا ذهب في سيارته يضع الكتاب العربي، إذا وقف في الإشارة أو في يقرأ الكتاب العربي. إذن بالضبط كما إذا الشاب أحب بنتا، الولد يحب البنت، في كل وقت أنت تجد الولد مع البنت لا يترك هذا، صحيح؟ إذا أحبها لا يتركها أبدا، دائما يتلاصقان أو يمشيان معا دائما. هكذا إذا أحب الإنسان اللغة العربية أو أي لغة ليست اللغة العربية أو أي عمل ليس اللغة فقط، سيكون رفيقا، سيكون رفيقا. هل أنت مستعد أن تكون رفيقا للغة العربية؟ مستعد أم لا؟ هذا عندك أنت، ليس عندي أنا. أنا لا أستطيع أن أقول لك نعم أم لا. إذا كنت تستطيع أن تكون رفيقا للغة العربية، صديقا أو عشيقا، ما معنى عشيق؟ يعشق عشق، ما معنى العشق؟ الحب الشديد. نعم، إذا كنت تستطيع فسوف تلبيك، سوف تلبي العربية نداء، العربية ستستجيب، اللغة العربية ستستجيب لك. ولقد يسرنا القرآن للذكر المذكر، القرآن سهل لكن لمن يريد أن يفهم القرآن الكريم. طيب واللغة العربية هي لغة القرآن، إذن اللغة العربية سهلة ليست صعبة، ولكن لمن ادكر، لمن أراد هذا، لمن أراد هذا. نحن نرى طلاب، والله رأيت طلابا غير مسلمين ويتكلمون اللغة العربية ما شاء الله، يعني كما أنهم في العرب، كما أنهم عرب يعني. في يوم من الأيام زميل لي كان يدرس في ألمانيا، وأستاذته كانت مصرانية أظن، مصرانية ليست مسلمة، فتعمل مؤتمر للسيمينار للقرآن الكريم، دراسة القرآن الكريم، هي تتكلم اللغة العربية طبعاً مثل أفضل من العرب والله. فقال لها لماذا، زميلي يقول لها لماذا أنت تهتمين بالقرآن الكريم جداً هكذا؟ القرآن الكريم يعني أنت لست مسلمة، لماذا تهتمين بالقرآن الكريم؟ قالت له القرآن الكريم يستحق أكثر من هذا. ما معنى يستحق أكثر من هذا؟ ما معنى يستحق؟ حقه أكبر من هذا، حق القرآن الكريم أكبر من هذا. وهي غير مسلمة، ليست مسلمة، فكيف نحن ونحن مسلمون؟ صحيح أم لا؟ إذا أخلصتم يسر الله لكم،
في شيء آخر؟ إن شاء الله. إن شاء الله. نقول هذا خلاص يعني. النقطة الثانية أن تفهمي معنى فقط. تفهمي معنى فقط. النقطة يمكن أن أقول نقطة ثالثة أن تعودي إلى المعجم. ولكن تعودي إلى المعجم هذا يكون آخر شيء. لا تعودي إلى المعجم كثيرا. عندما تقرأين حاولي أن تخمني كثيرا. وحاولي أن تفهمي المعنى العام وأنت تقرأين. لا تعودي إلى المعجم إلا قليلا. لا تعودي إلى المعجم إلا. لماذا لا تعودي إلى المعجم إلا قليلا؟ لأن المعجم أحيانا يكون مثل جوجل ترانسليشن. دائما أعود إلى المعجم، أعود إلى المعجم، أعود إلى المعجم، لن أتعلم. سأتوقف كثيرا. لكن لو أنا أمشي مباشرة، أكمل طريقي، أكمل القراءة. ثم أخمن المعنى القريب من هذه. ليس مشكلة أن أفهم 50%. في خمسة أشهر أفهم 50%. في خمسة أشهر سأفهم 100%. إذا داومت دائما. يعني يمكن أن تخميني هذا المعنى. إذا لم تستطيع التخمين يكفي المعنى العام. كفاية جدا أن تفهمي المعنى العام. وإذا لم تفهمي ولم تخمني ارجعي إلى المعجم. وإذا رجعت إلى المعجم ولم أفهم، وهذه الكلمة مهمة جدا لكي أفهم النص، خلاص ترجمي هذه. الترجمة آخر الدواء. نحن نقول آخر الدواء الكي. ما معنى آخر الدواء الكي يا شفاء؟ أظن قلت لك قبل هذا، قلت لكم هذا. ما معنى آخر الدواء الكي؟ الكي يعني بعض الأمراض، بعض المرض نعمل النار هكذا، النار، فالمرض يذهب أحيانا هنا، أحيانا هنا في الظهر هنا. آخر الدواء الكي. كي ما معنى كي؟ النار. هي النار دواء ممكن، النار دواء ممكن تكون دواء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحبها، لأن لا يعذب بالنار إلا الله. فقال آخر الدواء الكي. لا يوجد دواء أبدا، استخدم الكي. لا يوجد فهم أبدا، استخدم الجوجل ترانسليشن. لكن هذا آخر، هذا آخر. والترجمة كما أقول لزملائكم دائما كالملح في الطعام. الترجمة كالملح في الطعام. فما الملح في الطعام؟ أنت تضع في الطعام ملح كثير أو قليل جدا؟ قليل جدا. وفي ماليزيا يضعون السكر ليس الطعام، لكن الترجمة ليس كالسكر في الطعام، ليس كالسكر، كالملح. نعم قليل جدا. واضح؟ طيب سؤال آخر. البخاري يقول لكم لا يسأل. سؤال آخر. طيب بارك الله فيكم.